أستاذ جامعي أمريكي اسمه مايكل سالا اتكلم عن سبب غريب خلى أمريكا تغزو العراق، مش بسبب البترول ولا عشان تحمي الديمقراطية ولا حتى عشان تسيطر على أسلحة الدمار الشامل، واعتمد في نظريته هو وغيره من المؤمنين بالنظرية دي على كتب عالم الآثار الروسي زكريا سيتشن الخاصة بعلاقة الفضائيين ببلاد الرافدين. وقال سالا إن العلاقة اللي حكمت الولايات المتحدة بالعراق كانت قايمة على أساس البوابة النجمية. هل فعلا النظرية دي منطقية وأمريكا غزت العراق عشان البوابات النجمية اللي هي من وجهة نظرهم بوابات بعدية أرضية سماوية بتنقلك من العراق لخلف الجدار الجليدي أو القطب الجنوبي ومنه إلى جدار آخر ثم آخر ثم آخر إلى حدود 39 جدار تفصل بينهم ملايين القارات المأهولة بالخلق ومنها إلى حدود جبل قاف العظيم اللي هو العماد اللي يحمل أسقف السماوات السبع ومنها إلى السماوات والنجوم والأفلاك والكواكب ومداراتها. خليكم معايا. في 2003 وقبل ما أمريكا تغزو العراق بحوالي كم شهر اكتشفت بعثة أثرية ألمانية في عمق الصحراء في العراق آثار لمدينة كاملة من الزمن السحيق بترجع لآلاف السنين وتعتبر من أهم الاكتشافات في العصر الحديث. البعثة دي استخدمت أحدث معدات المسح بقيادة عالم آثار اسمه يورك سبايندر. الغريبة إن أوصاف المدينة دي هي نفس الأوصاف اللي بتتقال عن مدينة أوروك القديمة، وجلجامش ملك بلاد ما بين النهرين القديمة كان حاكم عليها وهو يعتبر حاكم العراق من آلاف السنين. وفي منطقة مش بعيدة عن الآثار دي مقبرة كبيرة أعلن فريق البحث وقتها إنها تقريبا مقبرة جلجامش، لأن أوصاف المقبرة بتتماشى بشكل كبير مع أوصاف المقبرة المذكورة في ملحمة جلجامش واللي مكتوب فيها إنه وصل في نهاية رحلته للعلوم في كل العلوم وعرف كل شيء عن كل شيء ووصل للعلم التام والحكمة وعبر المتاهة وعرف حقيقة الأشياء. لو القبر الأثري المكتشف ده هو نفسه قبر جلجامش، هل ممكن يكون مدفون معاه مخطوطات أو نقوش لعلوم ومعرفة قديمة متقدمة؟ طبعا ده وارد جدا. هنا إدارة بوش الابن وقتها أدركت إن صدام حسين بدأ بالتنقيب في مشروع اسمه أوروك وبمساعدة ألمانيا، وده خاص بترميم زقورة أور والآثار العراقية الأخرى، وتقال إن صدام عرف مكان البوابة النجمية وإنه حصل على المعلومات الكافية بخصوص البوابات والمخلوقات الفضائية واسمها الأنانوكي. هكلمكم عن مخلوقات الأنانوكي دي قدام شوية في الحلقة. المهم تقال إن صدام حسين قرر يطلق المعلومات دي للعامة، عشان كده أخدت أمريكا قرار عاجل بغزو العراق ومن غير أي سبب واضح أو حقيقي. هي بتقول إنها بتحمي الديمقراطية وبتحاصر أسلحة الدمار الشامل في العراق، لكن الغريبة بقى إن أول ما أمريكا غزت العراق وقفت كل الأعمال في الموقع الخاص بالاكتشاف ورحلت كل فريق البحث العلمي وكل الصحفيين اللي كانوا بيغطوا الاكتشاف ده. وفي تقارير صحفية قالت إن الجيش الأمريكي حاصر المكان اللي حصل فيه الاكتشاف وده بعد الغزو مباشرة ومنع التصوير والاقتراب. وفي شهود قالوا ان في عربيات كانت محملة صناديق مش معروف بتحتوي على ايه وكانت بتغادر الموقع في حراسة مشددة. هل فعلا صدام حسين حصل قبل الغزو بفترة على اثر قديم قادر على فتح بوابة نجمية؟ وهل الجيش الامريكي لقى المقبرة وفتحها واخد اللي جواها واحتفظ بالاسرار والعلوم دي لوحده؟ طيب ليه موقع التنقيب اتحاصر وفيها ايه الصناديق اللي كانت بتطلع بحراسة مشددة؟ خلينا نرجع لسنة 1849 مع مؤرخ وعالم الآثار الإنجليزي أوستن هنري لايرد. اكتشف واحدة من أقدم المكتبات في التاريخ البشري، هي مكتبة الملك الأشوري بني بال، واحتوت المكتبة الأثرية دي على حوالي 15,000 لوح طيني عليهم كتابات بلغة مش مفهومة اتبعتوا كلهم على المتحف البريطاني. وبعد حوالي 20 سنة قدر عالم الآثار جورج سميث فك رموزها، واللي لقاه في الألواح دي كان اكتشاف مذهل بكل المقاييس، وأعلن عنه في جمعية علوم الآثار في لندن سنة 1872. وكان حاضر رئيس الوزراء البريطاني مندوب عن الملك وقتها، وكانت أول النصوص اللي قدر سميث يفك رموزها هي قصة طوفان ضخم لرجل ينجو منه هو وأسرته بصنع سفينة عملاقة، وده كان أول دليل أثري على قصة طوفان نوح عليه السلام. وبعدها بدأت الترجمات لباقي الألواح الطينية، وكان سميث هو المسؤول عن 15,000 لوح طيني. وبعد ما أعلن إنه اكتشف أمر هام اتوفى في ظروف غامضة وهو عمره 36 سنة، ومازال العلماء على مدى سنين بيحاولوا يفكوا رموز الألواح الطينية وترجموا واحدة من أروع القصص الملحمية في التاريخ هي ملحمة جلجامش. كل المعلومات والترجمات دي عرفت بها أمريكا، والغريبة إن الجيش الأمريكي انسحب أثناء الغزو العراقي في 2003 من حوالين المتحف الوطني العراقي، وده واحد من أهم المتاحف في العالم واحتوى على ملحمات بتتكلم عن بداية البشر
البشر بعد الطوفان، وكنوز من المخطوطات القديمة والتماثيل والعملات المعدنية، ده غير قطع أثرية ما تتقدرش بتمن. وكان في قوة عراقية اتمركزت جوه المتحف أثناء الغزو واستماتت في الدفاع عنه، لكن للأسف عددهم ما كانش كبير علشان يقدروا يدافعوا عن المتحف. تفتكروا إيه الحاجة اللي كانت موجودة في المتحف عشان القوة العراقية دي تدافع عنها بالشكل ده، وفي الوقت اللي القصر الرئاسي نفسه ما كانش فيه قوات تحميه، وفي ضابط بحري اسمه العقيد مايكل بوكدانس تم تكليفه مع فرقته لحماية المتحف، بعد ما كل منظمات حماية الآثار والتاريخ في العالم استغاثت عشان حماية آثار العراق، وصفوا اللي حصل إنه مجزرة للتاريخ البشري كله، ما يقلش عن حريق مكتبة الإسكندرية أو غرق مكتبة بغداد. ومايكل لما نزل بجنوده للمخزن اللي موجود تحت المتحف اكتشف حاجة غريبة جدا، اكتشف إنه مش أول حد يوصل لمنطقة المخازن، ورغم إنها كانت مقفولة بإحكام، واضح إن كان في حد بيدور على حاجة معينة، والحد ده مستحيل يكون لص، لأن في قطع أثرية ثمينة جدا متسابة زي ما هي، أختام أسطوانية، آلاف من العملات الذهبية القديمة. وبكده اللي نزل المخزن كان عارف هو عايز إيه، وبيدور على حاجة محددة مش داخل يسرق. إيه هي الحاجة دي اللي كانت موجودة في مخزن المتحف ودافع عنها الجنود باستماتة؟ في عشرينيات القرن التسعتاشر كان في أوروبا إشاعات منتشرة بين المجتمعات السياسية والعلمية إنه تم العثور على قطعة أثرية في العراق من تكنولوجيا قديمة ومتقدمة، وسموها بالبوابة النجمية. البوابة دي على حسب الأقاويل اللي اتقالت عنها بتسمح لمستخدميها بالانتقال بين الكواكب والنجوم بسرعة عبور البوابة نفسها. من حوالي 200 سنة اتربطت فكرة البوابة دي مع أسطورة الأنانوكي الموجودة في النصوص السومرية اللي بتتكلم عن زوار من الفضاء عبارة عن سكان الكوكب العاشر نيبيرو، وده كوكب ذكر في الأساطير البابلية، ومعهم 200 فضائي تمردوا على رؤسائهم وتواصلوا مع الحضارة المبكرة على الأرض، وأطلق عليهم اسم نفليم، ودي كائنات اتذكرت في سفر التكوين. والاثنين نيبيرو ونفليم أطلق عليهم اسم الأنوناكي، واعتبرهم سكان بلاد الرافدين آلهة، والآلهة دي علمتهم علوم متقدمة جدا. ربط الأساطير السومرية القديمة بأسفار العهد القديم خلى عدد كبير من علماء اليوم يقتنعوا بفكرة البوابة النجمية، يعني إذا كانت الحضارة دي عندهم زوار من الفضاء من آلاف السنين، فليه ما يكونش امتلكوا بوابة يقدروا يرجعوا بيها وقت ما يحبوا. وفي أواخر تمانينيات القرن العشرين ظهرت القصة مرة تانية على السطح، وبدأت تطلع أقاويل إن العراق توصلت فعلا لطرق تشغيل البوابة النجمية، وإن لو ده حصل هتبقى أول دولة في العالم تتواصل مع قوة ما حدش عارف قدراتها، ممكن تقدم تكنولوجيا متطورة بمراحل للعراق. العراق بتمتلك 10,000 موقع أثري، 15% منها مكتشف، والباقي ما تمش استخراجها بصورة رسمية لأن الإمبريالية الأمريكية مسيطرة على المنطقة. وفي آلاف الألواح السومرية اللي لا تقدر بثمن تم تدميرها بأسلحة الجيش الأمريكي، ومعبد أور لوحده استلم 400 قصف صاروخي، ده غير اللي حصل في حرب الخليج سنة 1991 من سرقة أو نهب، مش بس في المواقع الأثرية لكن في المتاحف العراقية زي متحف الموصل وكركوك وكربلاء والبصرة. وفي غزو العراق في 2003 هدوا الباب الرئيسي لمتحف بغداد وسرقوا حوالي 70% من النفائس الأثرية، 200,000 قطعة لا تقدر بثمن. ليه كل الاهتمام العسكري الأمريكي بالمنطقة دي دونا عن دول العالم؟ خلينا نرجع لآلاف السنين ونلقي نظرة على جغرافية المنطقة دي. هنلاقي في خريطة ميزوبوتاميا اللي هي خريطة بلاد ما بين النهرين القديمة، هنلاقي المدن السومرية الكبيرة معابدهم كانت للمراقبة السماوية، وكانت دايما مكانة عبادة الآلهة الأنوناكي. والأنوناكي ما مش منطقة وادي الرافدين بشكل عشوائي، لأن خريطة ميزوبيتانيا احتوت على البوابات النجمية دراندس. في 25 بوابة طاقية في العراق، منهم 7 لهم أهمية حياتية، واحدة في بغداد وواحدة في مدينة إريدو، ودي من أوائل مدن السومريين والمدينة الأولى للأنوناكي، ونينفانيبور في أور، والأهم البوابة الموجودة في بابل. وكلمة بابل جاية من بابلي أو بابلو، والكلمة دي في السومرية هي كاديشي، ومعناها بالعربي باب الإله أو شواندا، ومعناها قدرة السماوات، وكمان معناها الفتحة اللي بتنقل الأحياء. وباب بابل هو البوابة الأخيرة اللي استخدمها الأنوناكي عشان يتمكنوا من الانتقال من منطقة للتانية في الكون أو السفر لأبعاد أخرى. في كتاب اسمه سر النجوم المظلمة للكاتب أنتون باركس ذكر إن الأنوناكي بيسافروا من خلال البوابات النجمية، وبيستخدموا مركبات اسمها جازيرالا ومعناها العجلة المضيئة، وكانت بتصدر ضوضاء. القدماء كانوا بيربطوها بضوضاء الدراجون أو التنين، وعشان يقدروا يسافروا لازم يبرمجوا نقط
نقطة الوصول، يعني تفتح بوابة أخرى في جدار جليدي آخر عشان يقدروا يوصلوا للمكان المقصود في أي أرض في النظام الشمسي أو أبعد. وجميعها بتمتلك دوامات الطاقة بصورة طبيعية، ومن خلالها في أنفاق بتنقل بسرعة أكبر من سرعة الضوء لأماكن أخرى ممكن تكون في نفس العالم أو في الكون البعيد. الكلام ده اتذكر في الألواح السومرية زي أولوكومبي في اللوحة التالتة. وبيقول النص: الآلهة جهزت عرباتها، إله الحرب قفز إلى مركبته، جميع العربات وبضوضاء شديد اتجه إلى البحر. وفي نص مكتوب على قبر توموسيس الثالث بيقول: سيسمع صوت في هذه المنطقة، بعدها الإله الكبير مر أمامهم مثل ضوضاء سماء ترعد. وده كان وصف للمركبات اللي كانت بتمر من البوابات النجمية. على فكرة، النظريات اللي بتتكلم عن المؤامرة والمخلوقات الفضائية وعلاقتها بالبشر وخصوصا الحضارات القديمة مش جديدة، لكن بترجع لأيام كتاب القرن الماضي واللي نشروه عن أفكارهم عن أسباب عظمة الحضارات القديمة خصوصا في أرض الرافدين. وذكروا أن السبب كان فضائي، واعتبروا أن الألواح دي دلالة على وجود علاقة بين سكان بلاد الرافدين في الحضارة القديمة والمخلوقات الفضائية اللي اتعبدت كآلهة وقتها، خصوصا مع زيادة العدد المكتشف من الأدلة زي مجسمات صواريخ ومخلوقات فضائية ضمن أثار الحضارة الرافدية والفرعونية، بالإضافة لحضارات قارة أمريكا زي المايا والأستك. وزير النقل العراقي قازم فنجان أعلن في وقت سابق أن أول المطارات في التاريخ كانت عند الحضارة السومرية، وبكده هو أول شخصية عامة عراقية تتكلم عن النظرية دي. والنظرية دي اتكلم عنها المسلسل الأمريكي ستار جيت أو البوابة النجمية اللي أنتج وعرض سنة 1997، وكانت أحداثه بتدور عن فريق استكشافي فضائي أمريكي اكتشف بوابة دائرية غريبة الشكل في واحدة من المناطق الأثرية في الشرق الأوسط. بتعمل البوابة دي كوسيط نقل آني ومباشر مع بوابات أخرى على كواكب وعوالم بعيدة جدا عن الأرض لا تصلها المركبات الفضائية الحديثة إلا بعد آلاف من السنوات الضوئية. وبكده البوابة هي طريق بيختصر المسافة وبينقل الفريق المكون من جنود وعلماء للكواكب والمجتمعات الفضائية لاستكشافها. النظرية بتقول إن أقوام الأنوناكي مكانهم خلف الجدار الجليدي الأول كانت بوابات نجمية حقيقية مكنتهم من التنقل بين أراضي خلف الجدار وأرضنا عبر بوابات العراق وبغداد بشكل سهل، واندثرت البوابة موقعها مع اندثار الحضارات القديمة، الأمر اللي خلى الولايات المتحدة وضعت خطة محكمة لغزو العراق للبحث عن البوابة، وبعدها انسحبت منه لما فشلت في إيجادها. وطبعا التدخلات الأمريكية المحصورة في العراق وسوريا دونا عن بقية بلاد العالم بتؤكد النظرية، لأن لو الاهتمام الأمريكي بالعراق هدفه البترول أو النفط أو الموقع الاستراتيجي، في دول تانية زي فنزويلا وغيرها بتمتلك مخزون مقارب أو بيزيد عن العراق. كمان نفوذ الولايات المتحدة في أوروبا بالتأكيد هيحد من قوة روسيا ويؤثر عليها، لكن في الشرق الأوسط هي بعيدة عن الجانبين. هنا أعضاء الكونجرس الأمريكي قدموا مقترحات للنظر وأحيانا التحقيق في الإدعاءات دي، لكن هم في العادة بيتعرضوا للتهديد فبيلتزموا الصمت. وعلى حسب المؤمنين بالنظرية وأبحاثهم في الأساطير القديمة وكتب العهد القديم وربطها بالآثار المكتشفة، هم شايفين إن العراق فيها أكتر من 1000 بوابة بعدية، منها فضائية وسماوية عابرة للسماوات، ومنها أرضية وسفلية وخلف الجدران، ومنها ببعد زمني ينقلك إلى زمن آخر، ومنها مكاني ومنها زماني مكاني، ومنها روحي ومنها روحي وجسدي، ومنها مائي ومنها معدني. وعلشان كده هي أرض منازعات وحروب، ده غير حروب باطنية بتقام على أرض العراق بعد ما اتفتحت الكتير من البوابات السفلية والبعدية، عشان تكون حروب هوجاء بتحرك الأخضر واليابس من خلال مخلوقات من الأبعاد دي اللي منها طيفية وشبحية تقدر بملايين وفي بعض الأحيان بمليارات، وده سبب أمراض جسدية ونفسية ملهاش سبب. طبعا أنا هنا بنقل وجهة نظر المؤمنين بنظرية البوابات النجمية، ومستنية رأيكم وتعليقاتكم.